بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. الإخوة الذين يريدون الذهاب إلى التبليغ، الشرط الأول للتبليغ أن يكون أخلاقه أخلاق الأنبياء، لا تنسون هذا الشيء. أخلاق الإنسان يجب أن يكون أخلاق الأنبياء، وهذا أول شرط المبلغ. يعني ماذا أخلاق الأنبياء؟ يعني يتكلم باللين مو بالعنف. النبي الأعظم يقول للناس الكفار كما يحكي عنه القرآن الحكيم: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي ما في ما على هدى، الكفار ما في ما على ضلال، لكن تواضع المبلغ: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا تستعمل العنف أبدا من الآن إلى أن يطول عمركم ما شاء الله. لا عنف اللسان، لا عنف القلم، لا عنف الحركة. حركة أيضا عنيفة أكو، وحركة أكو رفيقة. حتى لا عنف المشي. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن. عنف الحركة يعني حركة اليد والرجل؟ لا أبدا. جاء يهودي إلى رسول الله وعائشة عند الرسول، وقال اليهودي للرسول: السام عليك. سام بمعنى الموت، يعني عوض ما يقول السلام قال السام عليك. يعني الرسول ما يلتفت، الرسول قال وعليك. جاء ثان: السام عليك. قال الرسول وعليك. جاء الثالث وقال السام عليك. قال الرسول وعليك. عائشة استفزت وقالت: يا إخوة القردة، أيها اليهود اللعناء، ما هذا السلام وعليكم السلام؟ النبي توجه إلى عائشة وقال: يا عائشة، إن الرفق إذا وضع على شيء زانه، وإن الخرق إذا وضع على شيء شانه. يعني داعي عنك الكلام هالشكل. أنا التفتت ولذا قلت وعليك، هذا هو. جاوبت وما جبت كلمة السام، وهو ظن أنه أنا ما افتهمت. خلي يظن. بأخلاق الأنبياء يتمكن الإنسان من جمع الناس، لكن هذا يحتاج إلى أعصاب قوي. أحيانا فرد واحد يسبك وتلسب، أحيانا فرد واحد يهينك أتلتهين، أحيانا فرد واحد يؤذيك أتلتؤذي. بهذه الصورة تتمكن من جمع الناس. في الآية الكريمة هاي كلش آية كبيرة واقع، وكل آيات القرآن كبيرة: ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني مو بس صديق، صديق حار، حميم يعني حار. يعني عندنا صداقات باردة وعندنا صداقات عادية وعندنا صداقات حارة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعد ذلك الله تعالى يقول هذا مو شيء هين، تدفعها بالتي هي أحسن، سيئة تدفعها بالتي هي أحسن. لازم تستولي على أعصابك، تكون هين لين. المؤمن هين لين، هش بش، بشره في وجهه وحزنه في قلبه. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن قال لك إنسان إن قلت واحدا تسمع عشرة، قل له إن قلت عشرة لا تسمع واحدة. يعني حتى جواب واحد أنا ما أجاوبك أبدا. جاء رجل بذيء اللسان إلى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وقال: أنت ابن طباخة. الإمام الباقر قال: تلك مهنته. أمها الناس تسوي تطبخ بعد، تلك مهنتها. قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: وكانت أمك بذيئة اللسان تؤذي أباك. إهانة الإمام في أمه. الإمام قال: إن صدقت الإمام الباقر غفر الله لها، وإن كذبت غفر الله لك. نتمكن هالشكل نكون صدق نتقدم. أما أنا عصبي، أنا ما تحملت، أهاني سبني في أمي في أبوي، هذا ميلي، هذا كذا، هذا الإنسان بيتقدم لا أكثر ولا. فكونوا خليقين، حسن الخلق على كل حال. وهذا كلش صعبها، مو شيء سهلها. يعني تواظب على حسن خلقك، تواظب على ضحكك، تواظب على بشرك، تواظب على صفاتك الحسنة في لسانك، في قلمك، في مشيك، في حركاتك، في كل شيء. لين، هادئ، هين، هش، بش، كما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا أول ما يجب على المبلغ. إذا كان المبلغ هكذا الناس يلتفون حوله، إذا ما كان المبلغ هكذا الناس ينفضون من حوله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. في حرب أحد المسلمون انهزموا، سبب 70 من أصحاب رسول الله قتلوا هالانهزام لمخالفتهم أمر رسول الله، وفي جملتهم حمزة، والرسول شج وجهه الكريم، وعلي أصيب 70 أو 90 جراحة. مع ذلك لما رجعوا هؤلاء، أولا كانوا مخالفين لله تعالى، لأن الفرار من الزحف حرام كبير ومعصية كبيرة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الفرار من الزحف. ثانيا خلاف رسول الله، الرسول الحي. ثالثا سبب 70 قتيل، مع ذلك قسم منهم 3 أيام كانوا ينهزمون، 3 أيام بالليل شوي ينام وصبح ينهزم، حتى وصل إلى البحر فمنعه البحر من الانهزام. بحر عن ميت بكن ينهزم، فرجع. وهو عثمان لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقبلهم الرسول بوجه منطلق. وحتى أن عثمان لما رجع وكان 3 أيام ينهزم يفر، النبي تبسم في وجهه وقال: يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة، 3 أيام ماكو داعي.
تبسم في وجهه وقال: لا يا عثمان، لقد ذهبت بها عريضة. هذا تواظبوا على هذا الشيء، وهذا مشكل. قلت مو سهل هذا الشيء أن يكون الإنسان هينا لينا بشره في وجهه مع الغريب والقريب والعدو والصديق والمنحرف والمستقيم. دائما كونوا خلوقين، كونوا هشين، كونوا بشين، دائما واظبوا على أنفسكم. أكلتوا جالستوا على مائدة، إنسان مو لازم هو يأكل، الدجاج بعيد عنكم، مو لازم عن الدجاج تأكلون، لازم تكونون في الشكل اللي الناس يلتفون حولكم. أو مثلا جاب لكم صاحب البيت أول المغرب خبز ولحم، خلش مم. يعني إنسان لازم يكون مؤدب. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يكون إنسان حسن التأديب. أو مثلا أخير الشهر، فالشهر تعبتوا قريتوا كذا شيء، اعطاكم فرد فلوس قليل، اعطاكم ما أتوبان تكتوبان. إن الله كفل لأهل العلم أرزاقهم. الآن في قوم يعيش 20,000 طلبة، 16,000 منهم من الرجال و4,000 منهم من النساء، من أين يرزقون هؤلاء؟ من الله. 20,000 طلبة يرزقون من الله، أنتم من أين ترزقون؟ من الله. نحن من أين نرزق؟ من الله. أعطاكم قليل فلوس لا بأس، ما أعطاكم فلوس لا بأس. كان عند فخرة خطيب في كربلاء، لو سميته أكثركم تعرفونه، لكن ما أسميه. هذا أولا ما كان يتكلم ويا صاحب المحل وش كثر تطيني فلوس، ثم اش كثر ما أطى يأخذ منه، ما أطى هم يأخذ منه، حتى إنسان يظهر بمظهر روحاني مو مظهر مادي. هذني أشياء كلش مهمة في حياة الإنسان، مو أشياء صغيرة واقع، أشياء كلش مهمة. الإنسان يجب أن يكون هكذا متخلقا بأخلاق الله تعالى. إن الله هو الرزاق، إن وهو والجملة الإسمية، وذو القوة المتين. ذو القوة 4، المتين 5. في القرآن الله يؤكد على هالأشياء، يعني الله اللي يرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله الرزق. احنا رزقنا بيد الله تعالى مو بيد انسان اخر. فما اطال الانسان الفلوس خليت. اذا رحتوا الى التبليغ، الصيغة مستحبة لكن للصيغوا ابدا، حتى اذا الفتاة هي جاءت الكم وخفي كل احدا ما يعرف، لا تسووا هذا الشيء، حتى لا توصموا انفسكم امام الناس بوصمة سيئة. هذا واقع جاء أقول. في الحقيقة الخطيب يجب أن يكون نزيه، ولو هذا الشيء جائز شرعا، لكن إنسان لازم فرد سلوك يسلك حتى يقال: رحم الله جعفرا، لقد أدب شيعته فأحسن تأديبهم. حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حتى يقال: رحم الله جعفرا. حتى فرد واحد اللي شافكم يشوف فرد مثال للأنبياء، مثال للأئمة الطاهرين، مثال للطيبين، يعرف أنه يتمكن أن يلتف حولكم، يعرف الإسلام هكذا نزيه. فلنا ثوابان: ثواب أننا عملنا بما أمر الله، وثواب أن الناس اقتدوا بنا ورفعنا سمعة الإسلام والتشيع والروحانية بين الناس. إذن أشياء كلها مهمات واقع، كلها مهمات، وقصص عندي في هذه الأمور، لكن لا أريد أطيل المقام بذكر القصص. هالأشياء مهمات، إنسان يجب أن يواظب عليها. هذه تسمى بالأخلاقيات الإسلامية، الفضيلة، التقوى. أما إنسان يقعد ويضحك وضحك عالي، وكان رسول الله يضحك حتى تبدو نواجذه، لكن ضحكه كانت تبسم، ما يطلع حسه أبدا الرسول. أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه،
النواجذ أخير الأسنان، لكن صوته ما يصعد أبدا. وكان إذا أشار إلى إنسان أشار بكل كفه، وكان إذا أراد أن يتكلم مع إنسان مو هالشكل يسوي، يتوجه بكل جسمه. وكان إذا صافحه إنسان لا يسحب يده حتى يكون هو الساحب. وكان إذا تكلم معه إنسان لا يذهب، لا يقطع كلام ذاك الإنسان، يقف حتى هو ذاك الإنسان هو المنصرف أولا. وكان يسلم على الكبير والصغير والغني والفقير والرجل والمرأة، لكن يتولي تسلموا على المرأة إلا إذا مرأة عجائز لأنه مثار شبهة. وكان يبدأ الناس بالسلام، حتى الناس كانوا يخفون في المنعطفات، يطلعون بمجرد أن يطلعوا يسلموا على رسول الله، الرسول يتقدمهم بالسلام عليهم. مثل الأخلاق الطيبة، وإنك لعلى خلق عظيم. بالنسبة إلى العلم، الله قال للرسول وقل رب زدني علما. أما بالنسبة إلى الأخلاق يقول إنك لعلى خلق عظيم. شوف الخلق العظيم يعني شنو معناه؟ كونوا هكذا، لنكن هكذا. إذا كنا هكذا الناس يلتفون حولنا، ونتمكن من خدمة الإسلام والتشيع والروحانية والدين والفضيلة والتقوى وتعميم الخير بين الناس. أما إذا لم نعمل هذا العمل، أنا شفت في الكويت خطيبين وكلاهما مشهوران إلى أبعد الحدود، لا أسميهما ولا كلكم تعرفون كليهما. فرد خطيب كان ممتلئ الحسينية، ازدحام. هذا الخطيب جاء لا سلم على أحد ولا سلم عليه أحد ولا قام له أحد حتى صعد المنبر. سيء الخلق. هل الجماهير ما سلموا؟ ما سلم عليهم. خطيب آخر اجى والحسينية ممتلئ في حسينية أخرى، السلام عليكم، كلهم قاموا له وقبلوا قسم منهم يده. وكلا الخطيبين خطيب ومشهور وكل شيء، لكن ذلك الخطيب إنسان حسن طيب، سلم على الناس، سلموا له وقاموا له إجلالا وقبلوا يده. ذاك الخطيب ما سلم على الناس، الناس هم ما سلموا عليه ولا قاموا له، بس يستمعون إلى خطابه كشيء جميل من تلفزيون يسمعون هذا. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن وهن الرجال فلن يهابا. كان عندنا فرد مرجع تقليد أعلى في زمانه قبل 40 سنة اسمه السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، شيعة العالم كانوا يقلدوه. هذا كبير السن 90 سنة عمره، شايب وقت اللي يمشي، جماعات كثيرة من الناس يمشون خلفه، يعني حوائج عندهم، مو هو يمشي الناس خلفه. هذا كان يمر على سوق الزينبية، قسم منكم تدرون سوق الزينبية أين في كربلاء، كان يمر في سوق الزينبية أو أي سوق، لأن هو بيته يم سوق الزينبية، يمشي وقت اللي يمشي في الطريق سلامنا عليكم على هذا البقال، سلامنا عليكم، سلامنا عليكم، سلامنا عليكم، سلامنا عليكم، سلام. بقال بقال، عطار عطار، قصاب قصاب يسلف عليهم. بمجرد أن هو يجي للسوق كل أهل الدكاكين يشفتون من دكاكينهم جوا وصلوات ويقبلوا يده وهالشكل. هذا مرجع أعلى كان، أنا شفته. مرجع أعلى ثاني هم ما أجيب اسمه، هذا المرجع الثاني هو كان يخلي عباته على راسه ويمشي لا يسلم على واحد، أحد ما يسلم عليه ولا واحد يقبل يده، مع الأنهم كانوا مقلدين إلى الثاني أيضا. يخلي عباته على راسه ويمشي الشكل على الكتر، ما يسلم عليهم، ما يسلمون عليه، ما يصلوتوا له، ما يشفتون من دكاكهم يقبلون رهوش يمشي خليش. هذا شيء طبيعي، لكن اللي يسلم عليهم يسلمون عليه ويشفتون من دكاكينه ويقبلوا يده ويصلفتوا له، فرص خمسة يسووا له. إذن أخلاقيات واقع إنسان يجب أن يكون إلى أبعد الحدود يراعيها. هو أي ذني، مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا بيه ولا ألف ولا 10,000، لكن إنسان لازم يكون في نفسيته هالشكل الأخلاقيات. هذا موضوع طويل وتحتاج إلى كتب، وعلى طول الخط طالعوا هالشكل كتب،
حتى تتخلقوا بهذه الأخلاق الرفيعة في كل الشؤون كل الأمور. الشيء الثاني تعميم القرآن. الواجب علينا جميعا أن نعمم القرآن بين المسلمين. سؤال: هل القرآن مو معمم؟ أبدا، القرآن مسحوق تحت الأقدام، ولذا الله لا يرحمنا. قرآن قسم من أحكام موجودة، وكل الخطباء جزاهم الله خيرا يقولون هذا الأحكام، وقسم من أحكام مو موجودة مسحوقة تحت الأقدام. نحن يجب علينا أن نذكر الناس بالقسم الثاني إلى جانب القسم الأول من أحكام القرآن الحكيم. نحن نذهب إلى المنبر نقول الصلاة، نقول الصوم، نقول الحج، نقول الخمس، نقول الصدق، نقول الأمانة، نقول الوفاء، نقول قصص أمير المؤمنين، نقول قصص الإمام الصادق، نقول قصص رسول الله وسائر الأئمة، هذا الموجود. أما الشيء اللي مو موجود، هذه الآية مو موجودة: إنما المؤمنون إخوة، هذا مو موجود. الآن تعال إلى قوم وهو بلد إسلامي روحاني، شوف الباكستاني يقول هاي مو إخوتي أجنبي، شوف الأفغاني يقول أجنبي، شوف العراقي يقول أجنبي. لتطي بنت المحضر ما يسجل، شنو معنى هذا؟ في الوظائف طلعوا العراقيين طلعوا الأفغانيين، هذا معناه الأخوة الإسلامية ساقطة. حتى في قوم في العراق ساقطة، الإيراني أجنبي، في قوم في إيران العراقي أجنبي، روح إلى الخليج أصلا ما يخلوك تيجي للخليج إلا بدعوتية، هذا معناه الأخوة الإسلامية ساقطة خلص. يعني هذه الآية من القرآن مو معمول بها في المسلمين، هذا خلص. إنما المؤمنون إخوة، مع العلم أن النبي هو أول من طبق هذه الآية، جعل سلمان الفارسي، أبا ذر العربي، صهيب الرومي، بلال الحبشي إخوة، خلص في كل الشؤون. هاي الآية يجب تذكير الناس بها. لماذا إحنا مو إخوة؟ إحنا إخوة في إذاعتنا مو في التطبيق. الحكم الثاني الساقط: الأمة الإسلامية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الآية مسحوقة في كل بلاد الإسلام بما فيها إيران، مسحوقة مو أمة واحدة. تريد تدخل إيران جيب تأشيرة، تريد تخرج جيب تأشيرة، هذه أمة واحدة. إذا الأمة واحدة مثل طهران وقم، تريد تدخل قم تأشيرة، تريد تطلع من قم تأشيرة، لا. أما تريد تدخل إيران تأشيرة، تريد تخرج من إيران تأشيرة، الأمة الواحدة هاي ساقط خلص. العراق نفس الشيء، الكويت نفس الشيء، مصر، سوريا، لبنان، وكلها كلها. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، الرب واحد والأمة واحدة، مو موجودة خلص. الغربيون والشرقيون جاعلين حول بلادنا شنو؟ حدود. هذه حدودك، هذه حدودك، هذه حدودك، هذه حدودك، يعني صرنا أسوأ من الجعلان جعل والفيران. الفارة وقت اللي تريد تمشي هم عندها حدود، الجعل وقت اللي يريد يطير جعل أو خفاش عنده حدود، لكن البشر صار أسوأ. بشر اللي: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا البشر صار أسوأ من الفار، من الفيران، من الخفافيش. حكم الإسلام ساقط. يقول: لماذا تغلب صدام؟ لماذا تغلب إسرائيل؟ لماذا تغلب الشيوعيين في أفغانستان؟ لماذا دمرنا؟ لماذا حطمنا؟ دواؤك فيك ولا تشعر، وداؤك منك ولا تبصر. الإمام أمير المؤمنين يجيب عن هذا الشيء، لماذا لماذا؟ الإمام يجيب: دواؤك فيك ولا تشعر، وداؤك منك ولا تبصر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. الأمة الإسلامية ساقط،
في كل بلاد الإسلام بلا استثناء. لازم يأتي يوم هذه الحدود كلها ترفع وتكون بين طهران وبغداد والرياض والقاهرة ودمشق وأنقرة وكراتشي وجاكرتا وغيرها، أنت تسير وأنت في بلدك، كما أن تسير من جابر إلى آزر إلى الصفائية إلى الحرم المقدس إلى السالارية إلى مسجد الإمام، شلون تسير وكله بلدك؟ لازم البلاد الإسلامية هكذا تكون. لكن أين هذا الشيء؟ مو مطبق الآن عند كافة المسلمين، حتى ما يقولوه يخافون منه، لأن مناصبهم تروح إذا صار هذا الشيء. هذا الشيء ساقط في البلاد الإسلامية. الأمة الواحدة، الأخوة ساقطة، الأمة الواحدة ساقطة. يجب أن نذكر الناس بهذه الحقائق، هذا في قرآن موجود، مو أنه فرد شيء حتى الفقهاء قالوه بدون أنه مثلا استنباط أو ما أشبه، لا، في نص القرآن موجود. الشيء الثالث الساقط في القرآن الحكيم ولا يعمل بها أبدا في البلاد الإسلامية، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. حريات كلها سحقت في كل البلاد الإسلامية بما فيها قوم. الإنسان حر في تجارته، حر في زراعته، حر في صناعته، حر في سفره، حر في إقامته، حر في عمرانه، الأرض لله ولمن عمرها، حر في إبداء رأيه، حر في كتابته، حر في جلبه للمطبعة ونصبها نصبه للمطبعة، حر في جلبه للإذاعة ونصبها نصبه للإذاعة، حر في جلبه للتلفزيون ونصبه للتلفزيون، حر في إخراجه للجريدة والمجلة، وألف حرية كلها مسحوقة مو موجودة حتى في قوم. فإسلام هكذا تريدون يمشي؟ يمشي، ولذا ما مشينا، ولذا تأخرنا. تريد تدفن ميت بجواز، تريد تسافر بإجازة، تبني بإجازة، تشتري بإجازة، تبيع بإجازة، كل شيء صار بإجازة. يعني شنو يعني الحريات الإسلامية سقطت خلاص؟ هذا الشيء يجب أن نذكرها للناس. هذا القانون، هذه الآية الكريمة. الشيء الأول كان الأخلاق، الشيء الثاني تذكير الناس بالقرآن، حتى تدريجيا المسلمون يعون وينفضون عن أنفسهم هذا الخمول والكسل والتأخر والتفرق والتشتت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ماكو تنازع؟ في كل مكان تنازع. آية القرآنية مسحوقة، لكن هذني بلين هذه الأمور بهدوء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بهذه الأمور، الأمر الأول أخلاقيات، الأمر الثاني التذكير بالله سبحانه وتعالى وبقوانينه وبقرآنه وبسيرة الرسول والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، والأمر الثالث وهو أخير الأمور ونلخصه، دائما توكلوا على الله، كونوا مع الله، رطبوا لسانكم بذكر الله، عمروا قلوبكم بالتذكر لله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دائما كونوا مع الله، الله يكون معكم وهو معكم أينما كنتم، اذكروني أذكركم. دائما دائما حتى الله يعينكم في حوائجكم وفي تقدمكم. ثلاث أمور:
الأمر الرابع أكثر قدر وزعوا كتب بين الناس. أنتوا لنفرض 70 واحد، كل واحد منكم 1000 للكتب، تطبعون فرد كتاب جميل عقائدي أخلاقي اجتماعي ثقافي صحي أي شيء إسلامي، وزعوا بين الشباب، بين الشباب والشابات، بين البنين والبنات، ماكو فرق. توزيع أكثر قدر من الكتب حتى نعطي فرد وعي. 4. الخامس تنظيم، أي واحد منكم ينظم لو شاب واحد، يعني يركز عليه تركيز حتى يكون هو خليفته بعد ذلك، هو اللي يعطي الإشعاع. شايفين الحديد يخلوه في النار، بعدين الحديد يصيب نفس قطعة من النار. 70 واحد، كل واحد منكم إذا نظم 5 شباب لنفرض، 5 × 70 350 شاب منظمين، أحسن شيء هذا. نسأل الله لكم ولنا كل تقدم وخير ورفاه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.